دونك نقولوا ولا ما نقولوش؟ كل واحد شاد عليك حاجه، كل واحد شاد عليه حاجه. تفضل. نقولوا ولا ما نقولش؟ نقول احنا. سي وليد الزين وبعد عمر طويل خرج ياسر. هاوس ليه عاد؟ شنو ليه؟ خرجت هادي من خرجت. خرجتش باش نخدم على شنو؟ ما خرجتش. باش قلت لي بالرسمي قلت لك اعمل عليها ستاند اب. يا ولدي ما خرجتش المرات. نحيو ستاند اب. المرات تتفرج ما خرجتش. نحيو ستاند اب انا ما خرجتش. خرجت يا ولدي تفتح ستاند اب يعجبك. وليد الزين. خرجت. هو بصراحه انك تخرج تسهر حاجه مزيانه برشا تبدا فرحان شيخ عامل جو هكا وقتاش يا خويا تتنحى الشيخه وقت اللي يعرضك البورتي الساعه عرفت كي باش تحكي معاه تقول تحكي مع النمر باش ياكلك الساعه لا وكلهم لابسينك الفيست الكوير وتحسها نفس الفيست عند البورتي الكل ويسالك سؤال يسالوه كلهم يتلفت له يقول لك عندك شكون الداخل يا معلم في كلينيك هاي عندي هاي عندي 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 واحد صاحبي مريض جبتوه ديجا في الطاوله الاولى هكا مريض بالله سامحني شو اسمه دكتور دانجر لهنا ها بروفيسور مارو بالله سامحني لهنا يا ولدي توا قالك ببطاقه تعريف ولا يدخلوا تصور تبدا البنات هكا كيما البوسطه شادين الصف وكل المراه نتاع البوسطه تتكلم هندا طاوله رقم 4 بحذا مولى المحل يا يا سندس طاولة رقم 8 VIP هذا الكل كوم بصراحة أما البواطيت ثم أنواع ثم البواطيت الفريرات وثم البواطيت العادية يا معلم ساعة الفريرات كيفاش تعرف البواطيت نتاعهم أول ما تدخل تلقاهم ساعة كلهم بالعرق بالحقرة وتلقاهم يشطحوا في نفس الشطحة الكلهم يشطحوا في نفس الشطحة المشكلة مش غادي والمشكلة يعاودوا في كلمة أطلع 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 هزيت منجي صاحبي منجي صاحبي في باله واحد بشير ميروحه يا ولدي يهبط يرحم والديك يا ولدي يهبط يرحم والديك جاء بعد مغادي شميك صاحبي رانا نحكو على الشيخة نحنا نحكو على الشيخة صار هي طفلة تيهبطي كسر تيهبطي يا بنت تيهبطي لوك وثم حاجة أخرى بصراحة عند الفرارات تلقاه يشطح ويسمي في روحه منين؟ فهمتاش علاش؟ مش زهروني باب مش زهروني باب والآخر استنى لحظة والآخر من ريانا باب من ريانا باب يدخل واحد مغادي برضو باب باب برضو باب باب يا معلم شنو هي الحكاية؟ تتلفت مغادي عادي تلقى طفلة ترابي مع الحيط وحدها ولا بالحق؟ أنا طفلة باب زعبانة باب أنا طفلة باب 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 بصراحة هذا الكل كوم والبواطات العادية حاجة أخرى تدخل ديجا تلقى راجل كبير ومعاه طفلة ساعة كي تشوف تقول خالها أنت من الأول وتلقاه سهرية كاملة لاهي بها تبدا ماشية للتواليت لاهي بها تلقاه قاعد مش نورمال تتلفت مغادي تلقى طاولة فيها 8 بنات وطفل تمشي انت لك البنات هذوك في بالك باش تحكي معاهم يعمل لك طفل يقص عليكم اها اسمح ليك سافا شنو حويلك يا وحيد يا وحيد جيب حذينا يا وحيد جيب حذينا يا وحيد يا وحيد يا وحيد يا وحيد يا وحيد يا وحيد ايجا عاد ادخل عاد ادخل يا اخويا مش مشكل قلت هذا كله كوم والكباريات كوم اخر بصراحه 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 الكباريات ساعه اول ما تدخل انا اول مره ندخل الكباري نسمع في الاسامي شنو احلى سندس الله 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 احلى ناس الفريب الله 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 احلى ناس البركه الله 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 شنو هي الحكايه يا معلم تقول في قسم نقص كان بالروجيستر من بعد الفنان بدا عايد سندس رشقه رشقه اوكي محمد رشق سيبا اوكي
نجلة مرش قطشب بيت روتار امشي اخرج اخرج علي البر اخرج علي البر. ثم حاجة زادة في الكبريات ثم غنية ديما تتغنى يا لاني يا لاني يا لاني. كيفاش الغنية يا وسط؟ قالوا غنية عاشق غزوالي تبدأ تغني فيها وتبزنس في واحد زعمة زعمة وتمثل فيها يا لاني يا لاني يا لاني. أوه قالوا غنية عاشق غزوالي. يا مدام شكون الزوالي؟ الراجل مهبط طاولة بثمانية ملايين انت في جيبك أربعة سواقر سليمز منين؟ ثم حاجة أخرى بصراحة آخر حاجة عشتها في الكبارين بعد خرجت روحت خرجت ديركت ما عادش لا تحكي لي لناصر لا حد شيء. ثم غناية البنات يكونوا رايضين تتحط الغناية يتحاولوا الشعر يتحل خويا أعطيني تو تشوفوا حد ما فهمت شيء أعطيني ويلو ويلو يا سواد ليلو لو معي العب بيلو ويلو لو تزوغ عيونا مرة أو غلط غلطة صغيرة ويلو الله لا يوريه ناري وكيف أنا مجنون غيرة ويلو توا ما يبني أوس سيبني أوس بالله نقول لهم باي باي بدأ بالخليجي لك فلو بالخليجي يلا نتكابر الأسبوع الجاي شكرا في كوميدي كلوب.